كابتن عادل، حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن علاقه الاهلي مع وفاق الصطيف، علاقه الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن عبد الحكيم سرار، علاقه طيبه. بنتكلم مصر والجزائر، كلمنا برضو عن العلاقه دلوقتي ما بين الاستقبال كمان يعني المغربي من قبل المغرب لبعثه النادي الاهلي، التواصل الدائم يعني في انا بس زي ما عايز احنا اقول شايفين لكم الصوره، حاجه، استقبال اكثر من رائع. عايز اقول لكم حاجه بس بجد يا جماعه، اتفضل. يعني يا بخت النادي الاهلي برجاله ويا بخت رجال الاهلي بناديهم. الناس بتستقبل النادي الاهلي بشكل عام يعني كنادي اهلي له مكانه خاصه عند الناس، فما بالك لما يكون رئيسه يعني من قامات الكره واساطيرها الافريقيه، كانوا سعداء جدا بالكابتن الخطيب وطريقه استقباله والبشاشه والحفاوه وطريقه الحديث والتطرق الى يعني تشعر انه عيله واسره. بسرعه كده يعني حصل نوع من الاندماج والذوبان مع بعضينا وبنتعامل كاصدقاء. وعلى فكره هنا كل الناس بتتعامل معانا يقول لك مصر هي يعني لا دي قلب العروبه النبض. والله واحد النهارده بيقول لي من غير مصر المنطقه دي تعمل ايه؟ فيعني مقدرين مصر، مقدرين رموزها، مقدرين رجالها، مقدرين دورها القيادي. ويعني احنا يا جماعه احنا غاليين عند الناس قوي، ولازم نستثمر دي ونكمل عليها بدل ما نصدر صور سلبية. لا، أنا الأوان بقى نستثمر في العلاقات الطيبة ويعني الأسلوب الرياضي الراقي.